بدأوا من المغرب بمقر حزب العدالة والتنمية، انطلقت اليوم أولى لقاءات التشاور بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المكلف وممثلي الأحزاب السياسية بهدف تشكيل التحالف الحكومي. وهكذا استقبل عبد الإله بن كيران صباح اليوم أم حمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وحضر اللقاء كل من سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية وسعيد أمسكان عضو الأمانة العامة للحركة الشعبية.